بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح مسلم درس دي دمي سيلا فادا حديث ادي بافي سادي حديث من الاول لبا لاكو سيسا هي كيسان كيسان سجلتمي شان كما كان اول كاستاتو غاديس ومهمانون قبره اگر كات والله به درسي جن درس ميچاي ما ديم. طيب باب زيدمي صدق يرتي باب كوني التحاب في الله تعالى من الايمان وبيان سببه باب تهنسا والجالتون الله بجدا ايمان الر جچو بيستوا ينوبيتي وبيان سببه باب أما اللي إفساه سبب إسات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وكيع عن العمش عن أبي سالي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة جنة سنتني حتى تؤمنوا هم أمنتني ولا تؤمنوا إن أمنتني حتى تحكموا الجالة تنتي إيمانا كاملا جچو أمنتي قوتو معناه لا يكمل إيمانكم جچو إمام الله وين كذي فسر أولا أدلكم جالسين كجلتو جتشون على شيء وهي تقرت إذا فعلتموه يرو وهي سندل إذا انتحببتم كوالجالة إيه أبشو السلام بينكم سلام تاجدو غيسا نتفت آسادا كدو ميسا جتشو نما مسلمة هندانو سلام تاجع والبيتني والبيقباتني دوبا دامس رسولها كان كدون أمتات دلين نوبيه جل عليه السلام يو السلام عليه بيرو ايسن نبي خلاص يا يو كا يو نما تكو هنكنك اما يو كا هنكن فتا رامول اتفاتا نخرج شوف ده ما جا سلام ثاو جلانك وفاتا. طيب وانا راف اتشو وانا راف برباد وفده ما جا سلام ثاو زي شو نيا نما بتهجرا. وحدثني جرير بن حرب أنبانا جرير عن العمش بهذا الإسناد سند مدبر كان جتورا أي أخبرنا جرير عن العمش بهذا الإسناد يعني عن أبي صالح عن أبي هريرة أبا صالح رب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع أنبأنا جرير أي أخبرنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد بمثل ما رواه أبو معاوية فكاته نبأ معاوية وديسه ووكيع عن الأعمش. باب النصح من الإيمان باب قارية جنسي إيمان الرأي لما قلت مسلمات افتلتوا يادون أمنتي ربي تأمنوا قبات الرأي يجو هذا تبقى وين رفتي. حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن الكعكاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا ورجوت نينك جيلة سفيان المعين جاء ورجوت أيضا نينك جيلة أن يسقط سهيل عني رجلا واحدا من السند بينه وبين أبيه الذي هو الكعكع بن حكيم. سهيل كن نمت كنرى كفس سند كيسا سنين كجيلة جدو هي في جدو إساتي جدو أبا إساتي آية كعكع إلما حكيم سنججورا ورجوت أن يسقط عني رجلا قال سفيان نجي فقال نجد لي أنا كنا سهيل سهيل كن حين رجوت يرو أنك جيل من يسر بيان ذلك الرجل قرباس النائس الذي أسقط قرباسا فكفز جملة قوله سمعته مقول لقال الثانية قال لم يستنف مقولة جد أما دائي فقال لي سهيل سهيل كن نجد سمعت هذا الحديث حديث من عندك من الذي سمعه منه أبي من الشيخ الذي سمعه شيتك إيسا أجي سنيرة حديثا كان منه شيخ سنيرة أبي أبانكية صالح كن إن حدثوا لأبي
كان انت صديقا له بالشام شيتي سنيت ايه كان ذلك الشيخ صديقا جعل الليله له لابي اباك يا جعل الليله ايه بالشام شام تجد. ثم حدثنا سفيان قال محمد بن عباد ثم ايقنا بعدما اخبرنا سفيان هذه القصه ايق قصتنا سفيان اديسه التي جرت بينه وبين سهيل بن ابي صالح. حدثنا سفيان جرى عن سهيل عن طه بن يزيد الليثي من انفسهم اكذت اوفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. قلنا لمن دين يجون تلتو لياتو قلنا نجن لمن اينوف تلتو يجون اينوف يادم قال لله الله في. الله تلتو يادون ilma namaa ta'ee dadhabee bikka isa gargaaranii wayii hin qabu isumatti amanu wali kitaabii kitaaba isaatiif toltuu yaadu kitaaba itti dalaguudha wali rasuulii rasuulaaf toltuu yaaduudha hadiisa isaa irraa fudhanitti dalaguudha wali a'immatil muslimiin imaama muslimtootaatiif duroolee jechuudha warra nama bulchu gaarii yaaduu fi bikka rakkinaa bikka hir'inaa akka isaan gartee هيران سين ركيدان سين سايا دتيسو وعمتي ولي قال سانيتي ولي قال مسلم توتاتيب تلتو يا دوجة. حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان قال قلت لسهيل قال سفيان نجد قلت نجد لسهيل لسهيل بن ابي صالح السمان ذكوان الزيات ابي يزيد المدني ان عمرا حدثنا عن القعقاع جريتني ما فيه امرين كن كعكاي المحكيم تران اوديسي عن ابيك اباك يترا كعين سنمو اباك يترا كاوديس عن الكعكاي عن ابيك ان امرا حدثنا عن الكعكاي عن ابيك اباك يترا اباين ابا سويل الرجو سويل كاينوت سويل بن ابي صالح أبي ساس حديث عن الرجل. قال ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال سفيان المعيناني جاء. ورجوت نك جلجة. أن يسقط عني رجلا. أن يسقط سهيل. سويلي تودي سيبغا سفياني سويلين كون كوفيسو عني أنا كنرى رجلا غرباتو كوفيسو هجيلي آية غربان سون وايدا توكو كتاب من السنة سندرى بينه وبين أبي غربان سون جدو ساتي جدو أبا ساكا سين إنه سنين الذي هو الكعكا بن حكيم كعكا علم حكيمي تجدو سينري. قلت لسهيل إن عمرا حدثنا جي عن أبي كان جنة عن الكعكاء جي عن أبي كان دبريجو كعكاء جدو كان فيتجو وسو كعكاء كانت إيسي إن عمرا حدثنا عن أبي كأسو جي جتو لك هجي ليجا سفيان تجا قال سفيان ورجوت أن يسكت سهيل كن كفسو عني أنا كان رجلا واحدا. قال سفيان كن نجا قال فقال سهيل نانجيج سمعته من الذي سمعه منه ابي جاج دران على ابي خير كسو دايس اممو كشكنا غبر ورك ابيتما سمعت من الذي سمعه منه أبي سمعته سهيلين أنجل سمعت هذا الحديث حديث غني نتاقي من الذي سمعه إسا حديث سنتاقي هراتاقي منه إسا سنر أبي أبانكي صالح يجو حين حدثه لأبي
yeroo inni abbaa kiyyaa odeessu san isa abbaan kiyya dhagahe san irraa dhagahee jedhe min allazii shaytiche samicahu hadiisa san dhagahe irraa minu san irraa shaytiche san irraa abi abbaan kiyya shaytiche abbaan kiyya hadiisa irraa dhagahe san yeroo abbaa kiyya inni odeessu san yeroo san anis irraa dhagahe jedhe. طيب سيدته أكنا جامعة كان صديقا له بالشام شيتي كيسوني كانت أجرى صديقا له لأبي أباك يهنيف بالشام شامتي جعل الله تأتجرى ثم حدثنا سفيان أما قال محمد بن عباد محمد بن عباد نجري ثم حدثنا سفيان عن سهيل سهيل الرا نو أديس محمد بن عباد المكي أجل قبض بن نسان ثم حدثنا أستي قال عباد قال محمد بن عباد جنة محمد بن عباد نجده ثم حدثنا سفيان وجد سفيان نو أديس عن سهيل سهيل الراء عن طائن سند بروت جدولا عن طائن عن طائن بن يزيد عن تميم الداري سند بروتنا كسيت وفي سجل طيب حدثني محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله فكات حديث دبريجته فكات حديث دبريجته ديسة حدثنا أبو صالح حدثنا عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله فكات حديث دبريجته وحدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح جن بمثل يجوم بمثل ما حدث سفيان بن عيينة عن سهيل يجوم بمثل يجوم بمثل ما حدث سفيان بن عيينة عن سهيل فكتب عن سفيان إلما عيينة لا سهيل الرؤديس وحدثني أمية بن مسطان زميلة حق جل قدر عن يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حدثنا سهيل على ابن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح سمعه حال من سهيل والضمير عائد على أعطاء والتقدير حدثنا سهيل بن أديس حالة كون سهيل سمع عطاء سهيل كن حال عطاء كان أجيج من ججولا وهو يحدث أي سمع سهيل عطاء يحدث أباه أبا صالح سهيل كن عطاء كان أجيج قوده يسني كن أبا إسا أبا صالح كانت قوده يسجد جودا وحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يدوب يعني حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بمثل يجوم بمثل ما حدثنا سفيان يجوم فتوى سفيان قوده يسجد جودا بمثله حدثنا روح بن القاسم روهيت أديس ما له أديس بمثله بمثل ما حدث سفيان يجو فكانت وان سفيان أديس باب مبايعة الإمام على السمع والطاعة باب إمام بين ما قلوا كيستوى ينهر فيتي لقيت ترت قال يقول رت والنصح قارية درت لكل مسلم جمع مسلمات وكونها من الإيمان باب ما اللي إيمان الرتوسي كيستي باب وين هر فيتي جي هايا إيمان الرتاو يسيك يسدي وكم تلك المبايعة جت مبايع أنسون باي لمنسون دم إيمان الرتاو يسدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة رسول ربي باي لمن قد صلاة أبو رت زكاة لا ترتي والنصح قارية درتي لكل مسلم وفا مسلماتي في مسلم تتي اللي انجلو مجرد النساء وشاقه يقول رجالي وارتينيس وهم الإرارة بقى يفهمتي تكاليجو
فنقلني فيما استطعت ججالا والنصح لكل مسلم على السمع والطاعة. رواية ركزت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. دبنا سيادنا باي لما رسول الرتي فوريجو باي لما فوري رسول نمرة دبيتنا جبتو نمني تقويو تلتو سيادو باتي شري سيادو الله يا بدو ركوا بدو سنقو دمدا بوليسني خرا خان جرو ده ميو سنجي خرا بوليسني تنما شروجو خرا توني تنما قبده روحي نما خي ساباز دو خرا خانا توني جرو تو اچسين وقو سنجي سيالا غيمي أكو ميرو حلاك تنما وقوسن بلا قد دا نما رتي دا قبسيزو دندو سوابتا ودندو جي چورا أكو سمطلتو دا قيو سياد اللي فرماتا قد دا تو قرغتو دندس سوابا نمني تو قاري سيادو دي تلتو إساساني خراب ريدا بل نسيحان برقرامو إيغانت زبانا منو تجيرو كنا كيست نسيحان ملقا تاتينو برقرامت الدنيا نما كسيد ديوت نما توقو راكتين فوقي إسادة نلادو تي يادك النتاف فوقي تنما أغمي كريفاتو جيرت كوما شانشان أنا جامري كوما شانشان فوقي تنا اكو مجيرو تي نمتي كني كونترات اتو ميسيدو ياتيني كوما جهجانا كن ناجي يا دنا نمتي نمتي كازم فودته يو كونترات كني كوما جهجا كا ارغتو تاتي دمو سلام ثاني باسيچو نما ترا درا يا دبري دا ساكن سن كن ايغلان اي اورو تا يا دا قبو يا دا ساني را فودتني تي نغدتني ملقنا مسني كنو جران بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. قال كانني يجار في مصدعته رسول ربي فاين من قد موتما كان يدغ ورت يجار قال يغرت موتما مسلمات بنا ورغرا غرت فرجودا خنامتي ورغرا فرشودا كان كلمه حق عند سلطان جائر اعدل الجهاد تكلكمت ولا ظالم كان نجت كلمه حق انا من انسان دور غتي دابته دغا سنتي جهاد الر رغدا جهاد اقول لانه دبي سن يود بتني جه ما يقال هدا ما وانت سن سوان كبه كنت فلقنني فيما استطعت نقب سيسه من الترقين فيما استطعت وفيما استطعت وان دندي زكاي ستتجورا نقب سيسه وان دندي زكاي ست وان هندندي نشري انا مرنكاي والنصح لكل مسلم امس غاريا دجو مسلماتي قال يعقوب في روايتي قال دسنا سيارون جي كسيتو دي سيجورا دوبا باب بيان نقصان الايمان بارتكاب المعاصي بابا إبسا هير إلى إيمانك هزتي وعين ودوفيتي جبو دلقودا ونفيه بابا دبمسيسو إيمانك هزتي وعين ودوفيتي عن مرتكبها عن مرتكبها نما قرتي معسيا دلقير رايشورا حالة تلبسي بها حالة لا كمو إساتي بها معسيا سنت على معنى نفي كماله هي كما قوت من إيمانا دبمسيسو رتي يجو أي قوت إيمانا هنكب يجورا متي إيمان نساء قوتو متججرة كيسمان جي باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفي عن عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كمالي شكرا قروا حالة تلبس بها جريهن على إرادة نفي كماله قوت من إيمانا دابمسيسو إرتي اتفادو رتي يجو إيماني ساقو سلامة يجورتي فسروا لي يجوزاتي. حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب
يقولان قال أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني قمنا دلقوا قمنا دلقوا حين يزني يرو قمنا دلقوا وهو مؤمن على رب التمنات ينجد شهر دوبا مال تاري إيمان الله الفورة مجد شورا إيمان نساء ناقص أي تكسر أي تهير أتادا ولا يسرق هنا تؤسارق هتان حين يسرق يروحت وهو مؤمن على رب التمنات ولا يشرب الخمر فرشو نغو يجار حين يشرب ويرو فرشو سنغو وهو مؤمن على رب التمنات قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر يجود كان يحدثهم هؤلاء عن أبو هريرة فإسان أديس تيجود كان يحدثهم عبد الملك في ومن معه لم يساول إنجلو تيك أديس هؤلاء يجون هؤلاء الثلاثة المذكورين من الزاني والسارق والشارب ورقمنا دلقوا في كاتو في كفر شروق هنا يجود عن أبو هريرة ثم يقول أجلته وكان أبو هريرة يلحق معهن أبان هريرة كأكب سيزت معهن سيوان تناولين سدين تناولين جتورا زاني بسارك بشارب شارب الخبر ولا ينتهبو تلك بسيجو تنا اللي تدبلا ولا ينتهبو قرتين إنسان جتار نوبة سامي صدق ذات شرف سابد رجال أكتات وهو هي قرتين جبدو أبين جبريداتو كوي جورا يرفعك الفود الناس نمني إليه كم إساء فيها جتان سامي السن كيسة أبصارهم سامي سكيسة جون بسبب تلك النهبة سبب سامي سامو سنيت جتون أبصارهم حين ينتيب ويرون نسي سامو وهو مؤمن حال مؤمنة ينقرتي واهي سامو جتون دوب إيمان يرو سنر الفود أما أي كامل الإيمان جتون قوتو إيمان حالتين سامو لأنه قرت شركي ماله وني نما وني قرت تين كف وني إسلامنا رنا باسو نما كفر سيسي شورا نجرو يشوف معسيان نما كفر سيسدو يو قرت إنكار ماله يو وني كوني يو قرت زنان حرامي تيكا جرو تاتي قابسان ربان حلال يو خجرو تاتي قاف حالا سني رد يمموني كفر طيب يو أمو قرتي مع سيانس والنتيلين كيسا جرتو لب ما نتتبت مالي ونكون حرام حرام ويجمت بلاتي وواجبات اللي قرتي أنمتو الراجم مالي ونكون واجب يجمت بلاتي شورا قاف سني كافر ما يسين ندلا وعدسني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني جتار أوديس واقتص الحديث بمثله حديث أوديس بمثل جتون فكات حديث دبريس جتون بمثل ما روى يونس جتون فكات ويونس أوديس عن ابن شهاب عن عبد الملك على تقول عقيل جتار يذكره فدبت والة نقيل كن الحديث السابق حديث دبرسان يجو يذكر مع الذكر النهوبة مع الذكر النهوبة سامس دبت فولين يجو ولا ينتهب نهوبة يرفع الناس سان يجو كما ذكرها يونس أكما يونس دبتت ولم يذكر هن دبن أي عقيل نقيل كن في رواية رواية ساكستي لفظة ذات شرف ذات شرف تندبن لجورة نهوبة ذات شرف تندبن جلوة قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا آية بمثل هذا الحديث الذي حدث له أبو بكر سند عقيلة تنججو إلا النهبة تنقف كيسان بسي إلا النهبة لم يذكراها له كما لم يذكراها له في سند يوسف
إسألني إن دبنا يجودا إسأل لجوم حدثني سعيد بن المسيب وأبو عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن جي أين يرى عن أبو هريرة جرهن دبنا يجودا إلا النوبة لم يذكرها جدا نوبة سنين دبنا جي كلاهما روايا له إساب ديسان إسان لتشو بسند عقيل بن خالد سند عقيل المخالد كما روايا له أولا بسند يونس أكما ترى ترائس أو ديسان سند يونس بمثل حديث أبو بكر هذا فكاتم دي سبا بكر كان أو ديسان في جتشو سند عقيل كان أو ديسان وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف كان جدوبا آية بمثل حديث عقيل حدثنا الأوزاعي بمثل حديث عقيل ججو أوزاعي وديس فكات حديث عقيل وذكر ندبت الأوزاعي أوزاعين النهبات نهبات دبت كما ذكره عقيل لكم غير دبت ججو ولم يقول هنجن الأوزاعي أيضا لفظة ذات شرفني كان هنجنني كما لم يقرت يقول عقيل لكم عقيل هنجن ججو ردوبة وانغارين الرسه غريد دبالا اغارين دغين غريد دغا اغارين رفته غرتي غارين كان رام فنتا اغارين معنى ودي سوغريل لفظي دان اغارين لفظي ودي سوغريل معنى ودييسا اختلاف ني رواته حادثه قرت بفكنا كنا ولبو دندا وحدثني حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن طه بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري حديث تكفي سنة الدوانة كان في الإجمال فإذا هدو كيس جريتو كيف زين إساج إمتوتو حديث نكون جباتو سنة الدو يرود فغان وان تكو الرديث تكو تبوتو كيس جرا بمثل حديث الزهري شفتي ثانيتو سنة كيستي سنة تحويلة سنة كيسة كدو في جيتو سبوان بن سليمي سند درا كيزت معمر بن راشد سند لميسو كيزت على بن عبد الرحمن سند سريتو كيزت كنت سانيت رواه عن ابي هريره بمثل حديث الزهري فكاتم حديث الزهري دا ابي هريره رواه ده سيجا جودا سند دبر سنين فكاتم سند ديسن وغير ان العلاء هو صفوان بن سليم جرى لمن ليس انتان ملي في حديث ما ليس ذا لمن كيزت يرفع الناس اليه فيها ابصارهم تنجرت وموجر تنهم نجر نمني جل إجساء كول فورو في أجتشو سباقرت وان سمن سنيتيف أبصارهم إجنساني وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون إنما تنافي ديجو حديث همام كيزت همام جنان أرديك بازر كافة جلسان يا همام جنان سغرا جريا مجرا نانجي أولد حمام كرتي بكتري كذا حمام جنين أم تجي سعرا جري يا مجرا ما كذا كسعرا ده سنمو حمام هاي قطع خنامي سر حمام يرفع إلي المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمنون إجساء كولفودو قام ساتي مؤمنتون إجساني كولفوداني وهو حين ينطيبها مؤمنون إني رو ساموسا ومن حالة إني سامو جيشورا
وزاد ولا يغل يجاد بالأمس وزاد ندب على جورا دوبا إن يوم عمرين كن رواية ساكي ستي همامي رايرو ديسو رواية زهري تيفي أنا برو ترى اللي دب علي لفظي ولا يغل همملي سو أحدكم تكون كيسا ملي فتو حين يغل يروى ملي فتو جورا أكنا ما تكا وهو مؤمن حال رب التمانتين فإياكم إياكم أتين فأي فسيحياتي آية والتقدير إذا عرفتم أيها المؤمنون يا مؤمن توتا يروبيتا عقوبة هذه المعاصي إذا تقرت معاصياتنا آية وأردتم السلامة من مفسدتها نقاط يوكفيتا تاتي فأقول لكم زرنين جاء فإياكم إياكم لبو ديسا فقيسا هنرى قرتي وركنا كنرى جدوب سامخا فأرى حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد نما كان توبا إسر في دمت رأجبودا توبة إسان جأني توبة سكاس برباج سارة طيب وطوبة معروضة بعد جن أين ما كان قرأت توبة إسا حاجة مسيسا يجو مع سيادة لكي أكسمتي حلالة قدتي أكسمتي هفوص وهمتئن وأن دلقي كان الراجع جارة دوبة قمني أكاتا أدبي إساتين حني لين أكاتا أدبي قد أمسانين فرشوني سكسين أدبي سيسانين توبة أكسر رتي قد أمسجو حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن العمش عن ذكوان عن ابي هريره رفعه وروتكنا امام نيو ارك اتاه هم قدامات الرباس تركمتا يو امام تشين ارجين امو اسان امامت افغيسون اسان رتي وجب توبتشو دندان جتشودا وصوفين غيسين إمام نيوار جمو دير كامي سر جرو ليسو هنكا بوجهتو حد دير رمس مالي حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن العمشي عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني يجورا إلى آخره ثم ذكر بمثل حديث شعوبة قنا قرتير دبت يجورا فكات حديث شعوبة راجع أين دبت ثم ذكر سفيان الثوري باب بيان علامات النفاق التي يضد علامات الإيمان باب إبسم اللتولي منافق ما كستوى ينرفتي إسين سنوفا فلا من اللتولي إيمانا كتا تججورا حدثنا باب بيان خسار النفاق رقيسا باب إبسا هلوان منافق مات على إسيسا نمني وقبات منافق جام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاو حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا العمش حاو حدثني زهير بن حرب حدثنا وقيع حدثنا سفيان عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا في حال أفرنا بن سكيسة أرقمت كان منافقا خالصا منافقا كل تاجدوبا ومن كانت في دمن سكيزة تاتي يجار خلة حال تك منهن أفران سنرى كانت في سكيزة تاتي جرت خلة حال تك من نفاق منافق مرة حتى يدعها هم سيري ستي إذا حدث كذب يؤدي سكجبه وإذا عهد غدر يوبا إلى بغر أهديدي قول وإذا وعد أخلف إذا عهد غدر وإذا وعد أخلف إذا عهد وعاقد أغضى المهادنة أو الذمة مع الكفار غدر إذا عاهد يروب إلما نمان والتسين يجورا بإلما قرتي والنتينو كول اللولو لا كافرتو تفاوجير والتسين غدر نتيك إساني اللولو لا وإذا وعد الناس بالمعروف وان غاريتكو وان طلاتكو نما كنو يروبا إلى منامتسين اللي أخلف
وان سنس بايل مثلا نهم بس. واذا خاصم اذا وعدا بالمعروف جنان وان غاري يرو بايل من حسين واسي كنوفا عهدا امو حاسوي يوكا كاما ولي تروفاتو سيروهي بالفتو بعدي ولي ولهاتو وعوادا ولي سيران سن غدر هذه جايجو. وإذا وعد جون يروى سيكن واسيكو روبا إلى مسيسين اللي أخلف وان سن ينبس. وإذا خاصم جتشا يرون ما ولد مكوت اللي جتشا رفاجر حقر رامك جيدوبا. وقال بالباطل والكاذب في دعواه في من ناسا كيسا كجيبا وبجي سنصف منافقاتي وأن شرعان بكينات الروانة برسيس واجرا سيكولوجيا الدنيا بانتو شرعان سيبرسيس فلتونا مكانا غير أن في عريس زفيانا وإن كانت فيه خزلة منهن كان جنو عريس زفيان كيستي وإن كانت يروتات فيه ججان في شخص نمتج كيستي خزلة هالتك منهن هلن سنرى كانت فيه كيستي تجرت خزلة هالتك من النفاق منافق مركتاتي حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ملت منافق ما يجارد بثلاث وستي إذا حدث كذب يؤذي زكي جبورا وإذا وعد أخلف يروب إلى مسلم إلى مديبورا وإذا أتمنى خان يرو أمان من اللي قالورا أمنتها صبر قايتة وغواتي كنتة يوبلا كنت سنجاجة جو حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني الأعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحركة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة ملت منافقات الرأي واسدي جورا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان أكوان من منافقات أي فكات سمنا خانا والبرسيسة تنمني قرتي حجب والبرسيسة الدنيا قوتون شاكي شيطان اللي كجبات ديما وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان الرأيو وانا مكنتي يروي الرافرة تبوكسي منقودو هيدا الرابع ركورة توب أمام أنت وأنا مكينان بوني سلبين ترى مدراء جايو هم بيفتل لهم بيفتتت من إياه تبتيه كني تمان وإذا وعد خلاف جرو بيلما سن بيلما سن سن ديجا جدوبا بيلما خجبا كنا من البرسيس جرا بيلما خجبا يجو ودي جالو خجبا خور مقالا كأكسي والبرسيس أنجي جو بيلما أكسي نينو فاجي نينو فا خجبا بار خجبا نينو فاجي نساسون والقرة جو والقرة ولد فاني متي والقرة يوم والأرجل، إيسات والأرجل، أرجلهم والأرجل، مالف والأرجل، هنقول لهم نكونون، وما هو البيران تبرن جاتو، قادوا من الديز إذا ما تبينسون، والبيرة تبرر، حدثنا عقبة بن مكرم على عمي، حدثنا يا ابن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت على ابن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد. وقال آية المنافق ثلاثة وإن سام وصلى وزعم أنه مسلم مفتي فرعاته ها صومن اللي ها صلاة اللي أني مسلم جديه متاقب فتاها ديم اللي وانت ليقبت أني منافق ما قوت الرماق بجيته وحدثني أبو نصر التمار وعبد العالى بن حماد عبد العلاء بن محمد التمار التمار النسائي على حافظ من أهل ناسا نزل بغداد وتجر بها في التمر وغيره ولذلك نسب إليه تمروان غرغروف تمار يعني كما ستسأل كسانجيتشو وحدثني أبو نصر التمار وعبد العلاء بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد بن علاء محمد عن العلاء وذكر فيه جدوبة آية بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء آية ذكر حماد كن ندبت فيه حديث سنكيستي وإنسان وصلى وزعم أنه مسلم جار دبت جدوبة حدثنا حماد ترى الرب مثل حديثي بمثل حديث جونسوني حدثنا حماد جنان بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر في حماد سكيزا ندبت لسنكيستي وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم جج دبته باب بيان حكم إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر باب إفس مرتي إيمانا نما أبليس سام مسلما جئت يا كافر كجين جج باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه قربان أو بليسا يرو كفر سيسة كافر جين فقد باجت جان لقمة ديب يجرى بها كفر ما سنين أحد ما تكون إسان لميني يوكا نمتج جأمين تكافرا إني تأوبات أمو كانوا ما أفاني باتي كان اسمت كفر ما سن ديبتي أفما في كافر وفي كفر ما أبا تنامنا ما تربتك قلبي ساقو قيدو وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخي يا كافر فقد بارك مد بأجر بها ستنا أحد ما تكون سلميني إن كان كما قال يجارة يؤك جلساً كتوتي وإلا رجعت في يوكامو رجعت إلى سرد ديبت يوني قرتسن كباتن كفر ماسن نمتج مكان رت ديبت كان أفو جرجرني لم أبارو لم أربسون خسارة غنجن من تكو جرجري ونم أربس لم أبار حالا نما درا وان كان جرجرو نسلام الرمبر باكس سيتي nama san gartee abaartee sirratti as deebitee abaariin sun ati halaakamuuf amala jechuudha. Yookaan namnummaan sun abaarii sana akka godhatee nama san yoo abaarte namni sun sababa keetiin halaakamu. Yaa rabbi dhaqee jechuun irra gaarii halaakirra. Namni sun halaakamee warri isaa waliin rakkata islaamni warri isaa kan nama nagaafaa ta'e hojii rakkate jechuudha. Kanaafuu hamtuu abaariin islaama yaadu jechuudha addunyaa nasiihaa akkana duuba namticha tokkotu kitaabu shaashaa keessatti jaartii hamtuu qabaa jaartii nama gad hin dhiisnii jenna yookaan gad dhiisee gurbaa islaamaatu ittiin dararamaa jedhe waan ajaa'ibaati obboleessa isaa akka ganaa isii fuudhu saniif yaaddee musliima akka hin dhibne jedhe. Uf bira kaayyisa bareedaa innitti haalli warri isin dura dalaguun haala ajaa'ibaati akka akkaan imaana kana qaba namni baabu xukumi imaanii man intasaba.